نرمين ننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم مع فقرتنا الطبية. يعتبر يمكن فقدان الأسنان من أكثر الأمور الصحية الصعبة جدا، خصوصا بطريقة الأكل والتعامل اليومي. بتحسي كثير من المشاكل بيعانوا منها، خصوصا الكبار لما يكون في مشاكل بالأسنان دائما بتلاقي بيتضايقوا من الأكل. اليوم مع زراعة الأسنان صار الموضوع مختلف، يمكن الموضوع مكلف شوي بس صار أريح لكل الناس. خلينا نحكي اليوم عن أهمية زرع الأسنان. كثير بنسمع عن زراعات ممكن يتم بنجاح وممكن لا يتم الإخفاق، مع أنه بيقولوا لك أنه لا، إذا في عظم سليم الزرعة بتتم بشكل كامل وسليم. نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور نور الدين دمشقي، أخصائي بجراحة الفم والأسنان. يسعد صباحك. صباح السادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بداية خلينا نعرف طبيا شو هو موضوع زرع الأسنان. تمام. كيف بيتم؟ تمام. زرعة الأسنان هي عبارة عن وتد معدني بنوضع على عظم الفك، سواء كان الفك العلوي أو السفلي، أشبه بالبرغي، خلينا نبسطه للسادة المشاهدين، للتعويض عن سن أو أكثر مفقود. نحن بحالات مثلا فقدنا سن بدنا نعوض عنه، الزرعة السنية هي أفضل حل بديل للسن الطبيعي المقلوب. بس خلينا نفصل أكثر، يعني طبعا. كل الناس لما تقول لك أنه أنا فقدت سن بزرع السن يعني سن جديد، هي طبعا. مثل ما قلت مثل البرغي صغير تدعيم بنوضع داخل العظم. بعد هي العملية يعني هو بيتم تطعيم العظم داخل السن لحتى ما نحط واحد جسر يكون فيه فراغ، يعني يصير فيه ضمور إذا فينا نقول بعظم الفك. بس نحط فينا نقول هي البرغي او التطعيم للعظم للزراعه، المراحل اللي بعدها يعني كيف بتتم الزراعه؟ هي كمان بتتم عمليه تلبيس طبيعيه مثل تلبيس اي سن؟ تمام. هلا بالماضي وقت اللي كنا نخسر سن كنا مضطرين احنا نبرد سن قبله وسن بعده، وقد نضطر نسحب عصبهم بالعاميه او نعمل معالجه لبيه كرمال نعوض عن السن المفقود. حاليا مع تطور العلم لقوا انه ما في داعي نحن لنخسر سنين سليمه لنعوض عنهم موضوع السن الفاقدينه نحن. لذلك بهالحاله لقوا انه نحن اذا بنحضر اذا بنعمل شريحه عظميه وبنزرع البرغي اللي هو المعدن، وبعد فتره شفاء معينه بنعوض عنه بالزرع، هو افضل حل ما انه نخسر سنين سليمين. هلا هون عم نشوف بعض الصور، فيك تشرح عليها يعني اكثر تفصيليا للناس؟ تمام. هلا الزرعه اللي شايفينها حضرتكم مراحل الزرع، خلينا نقول اول مرحله هي مرحله الكشف العظمي، كشف الشريحة. بعد منه بندخل بأدوات معينة بننزل القسم المعدني اللي شايفينه، هذا بيكون مغطى بالعظم. بعد فترة شفاء من شهرين لأربع شهور نرجع نعمل كشف جراحي للسة. تمام. نعمل كشف جراحي للسة لنعوض بتاج. الزرعة موجودة ضمن العظم، بنطلع منها شيء اسمه الدعامة، بتتحضر وبيركب فوق التاج، فصارت كأنه سن موجود وعم بعوض فوقه. طيب دكتور خلينا نحكي عن شروط اليوم هي الزراعه. يعني احنا مثل كنت عم تذكر من شوي انه برغي، ونحن عم نشوف الصور هو برغي فعلا، فعمليه يمكن واحد يتخيلها جدا مؤلمه ممكن تكون. خلينا نحكي اليوم عن الشروط، كل الاشخاص اليوم بيقدروا يعني اذا وضعهم صحي بيتطلب انه يعملوا زرعه بيقدروا يسووها ولا لا في شروط معينه لازم تتوفر؟ هلا بنبلش من اول ما بديتي حضرتك انه جدا مؤلمه، هي ما لها مؤلمه، هي بتتم بالعياده تحت التخدير الموضعي، هذا الشائع بين الناس. تمام. نحن مشان ما نخوف الاشخاص منها، هي ابدا ما في الم، بتتم بالعياده، شروط عقامي اكيد طبعا، تخدير موضعي مثل ما ذكرنا. طبعا الشخص اللي بده يروح باتجاه الزرع اول شيء لازم يكون عمره فوق 18 سنه، يكون عظم الفك مكتمل، ما يكون في عندي تطور عظم بعدين او تغيره بالنمو. معناته عفوا هون عم نحكي عن عمر معين انه طبعا اللي هو أقل فوق 18 فوق 18. تمام. موضوع ثاني، موضوع سلامته من الامراض الجهازيه، ما يكون مثلا مريض سكر غير منضبط معه السكر. لازم يكون في كنترول للسكر قبل. مرضى على سبيل المثال اللي بيعانوا مشاكل بدموية، خلينا نقول مشاكل بالنزف، ما فينا نزرع لهم ونكشف إلا يكون في ضبط لموضوع. فمضادات استطباب موضعية مثلا المرأة الحامل الأفضل نأجلها لبعد فترة الولادة. تمام. مرضعة تقدر الموضوع بس بصفي انه التخدير الموضعي فقط لا غير، اما كاجراء فهو بسيط وبيتم بالعياده. طيب خلينا دكتور نحكي عن اجراءات الزراعه، يعني دائما بيقولوا لك اذا خلعت الضرس حديثا يفضل انك تقوم بعمليه الزرع مشان قديش امكانيه انه يلتئم العظم، والعظم بيكون فينا نقول الخلع جديد. بعد مثلا الخلع بفتره طويله في امكانيه للزرع بنسبه نجاحها قد ايه؟ يعني
نحن بنسمع تضارب الاراء حسب الدكتور، يعني في دكتور بيقول لك لا لازم، لانه بنعرف نحن بدك من شهرين لثلاث شهور ليسكر الجرح على التئام الجرح. صحيح تمام. هلا كل حاله وله طبيعتها، في حالات مثل ما ذكرتي حضرتك نحن بنفس الجلسه بنقلع مثلا الجزر المتبقي، طبعا بشرط ما يكون في حواليه افات زرويه، ما يكون في التهاب محل الجرح، وبنعمل الزرعه مباشره. اما اذا كان في التهابات نحن بنقلع ننطر فتره شفاء وبعد منها نزرع. طبعا في حالات اذا تاخرنا بموضوع التعويض العظمه بيتراجع، ما بيعود بيضل عندي سماكه عظم كافيه لانه انا نزل زرعتي، فهون نضطر لاجراء ثاني اسمه التطعيم العظمي، اما بيتاخذ من الشخص نفسه من عظام بمواضع ثانيه بتنزرع، او قد يكون صناعي. صناعي اسهل، هو عباره عن مواد شبيهه بالبودره. العمر بيلعب دور فينا نقول بالتئام العظم يعني لما نقول؟ طبعا طبعا بالاعمار الشابه التروية الدموية بتكون أفضل، موضوع إعادة الشفاء بتكون أفضل، فبالأعمار المبكرة التعويض أسهل. دكتور الشائع كمان أيضا بين الناس أنه عملية زرع الأسنان هي بتتم بآخر مرحلة، يعني لما الشخص بتكون أسنانه منتهية فبيقول له الدكتور أنه ما عاد عندك حل غير الزرع، ولكن في اليوم دراسات حديثة عم تكون أو آراء جديدة عم تقول لا أنه الزرع ممكن تكون مو آخر مرحلة، يعني هي ما أنا الحل الأخير، ممكن يكون الحل الأول يعني حل مشكلة الأسنان، حضرتك مع أي رأي؟ تمام. هلأ كل حالة وإلى خصوصيتها، على سبيل المثال في بعض الأشخاص من أول ما بيولدوا بيكون في عندهم فقد بالأسنان، على سبيل المثال الرباعيات الأسنان الأمامية هدول أكثر شيء معرضين للفقد الولادي. بهالحالة نحن وخصوصي بالأعمار الصغيرة خلينا نقول، بينما أنه نبرد له الأسنان الأمامية ونعمل له جسر، لا تقويميا نضطر أوقات نفتح له مسافة وننزل الزرعة. فإذا سن سليم وما فيه أي مشكلة أكيد موضوع الزرع مرفوض، أما مثلا سن مفقود ولاديا بدنا نعوض عنه فالحل الأول هو الزرع. طيب خلينا نحكي عن بعد الزرع، يعني الإجراءات اللي بنقوم فيها. هلا كثير بنسمع من الناس مثلا بتقول لك انه انا بعد الخلع، يعني انا صادفت اشخاص بحياتي لهيك خفت اعمل زرع على الامانه، انه بعد الخلع تماما صار في زرع، صار ورم يعني اكثر من مره، يعني في عمل ورم الوجه مع فينا نقول الفك بشكل كثير كبير، هون عادي يعني هي الطريقه انه بيكون في حساسيه، ولا لانه اساسا هلا تم الخلع يعني عندك لسه مهيجه، يعني هي مهيئه اساسا، ولا لا الموضوع مختلف من شخص لاخر؟ هلا طبيعه الشخص تفرق بين شخص والاخر رد الفعل. اثنين موضوع عدد الزرعات، انا على سبيل المثال اذا قلعت سنه وزرعت محله احتماليتي يصير في عندي وزمه بعد القلع والزرع اقل ما انه مثلا مريض ما عنده اسنان بالمره وانا زرعت له ست زرعات بجلسه واحده. هي شغله. موضوع ثاني نحن فورا بنعمل تغطيه دوائيه بعد الزرع مباشره، سواء كان بالصادات الحيويه عشان ما يصير في عندي حالات التهابيه، مسكنات الالم كرمال ما يشعر المريض، مضادات الوزمه، نوصي بكمادات الثلج. هي الوزمه بتكون مؤقته، يعني ماكسيموم تستمر لحد 48 ساعه وبعد منها بيرجع الشخص لحياته الطبيعيه. نسبه النجاح قد ايه بتكون؟ لانه بنعرف الزرعه مكلفه، اذا الزرعه يعني واحتماليه يمكن هي اساسا عدم النجاح ضعيفه، بس احيانا يعني بيقول لك الدكتور انت ما التزمت بالاجراءات وما كان استفدت من هي النصائح فممكن يتم اعاده الزرعه. هلا الزرعه بشكل عام ما بتنزل فورا بدون دراسه مسبقه، احنا اول شيء بناخذ طبعات للمريض، بنعمل دراسه مخبريه، بنعمل دراسه سريريه، بنعمل دراسه شعاعيه بواسطه صور ثلاثيه الابعاد سي بي سي تي. فاذا كانت الزرعه عم تنحط باستطبابها الصحيح وبمكانها الصحيح وبشروط عقامه جيده فهي نسبه النجاح تتجاوز 90%. حالات فشل الزرع كثير قليل، الا في حالات معينه مثلا المرضى المهملين خلينا نقول ما بيهتموا بعنايه الفمويه. هلا في بعض الاشخاص بتقول انا زرعت زرعه، الزرعه صناعيه ما لها مثل السن الطبيعي ما راح يصير فيها نخر. هذا شيء غلط. صح الزرعة ما راح يصير فيها نخر، ولكن راح يصير في عندي حالات التهاب حوالين الزرعة. بعد فترة راح يتراجع العظم، راح نخسر الزرعة. أما إذا كانت الزرعة بشروطها الصح نسبة نجاحها فوق 90%. دكتور للأمانة من الأمور يلي بتخلي الناس يخافوا من الروح على طبيب الأسنان هي مو بس الألم، موضوع التكلفة المادية، يعني بمجرد الشخص راح حيكتشف مشكلة اكيد اكثر من مشكله بالغالب. بموضوع زرع الاسنان ايضا بتختلف التكلفه، يعني نحن بالاجراءات التجميليه مثل الزيركون الى اخره بنلاقي في تفاوت اليوم بالاسعار عند الاطباء بما يخص هذا الاجراء الطبي، كمان رح يكون كثير في تفاوت. والله بكل اسف نفس الوضع مثل ما تفضلتي حضرتك، كمان في فرق بموضوع الشركات، يعني بلد منشا الزرعه بيلعب دور معنا. جوده المواد ونوعيتها هي بالاحوال الطبيعيه غاليه. هلا بس هذا سبب ارتفاع سعرها. بقول لك الدكتور في ثلاث انواع، يعني نحن هلا مثل ما قلنا الزرعه هي عباره مثل ما قلت يمكن عن برغ صغير. تمام. بس مكلف، يعني نحن عم نسمع 300 و400 و500 دولار، هي الارقام، هي الاسباب الغلاء لانه هو اساسا
بلد, يعني بلد المنشأ واسم الشركة المصنعة فقط فقط لا غير. أما إذا كانت شركة محترمة خلينا نقول وعم تنزرع زرعة بإيد طبيب ماهر تأخذ عمر الافتراضي الجيد اللي هو لازم يكون مينيموم 15 سنة. 15 سنة هي بالحالة للمادة الوسط إذا بدنا نقول. تمام تمام. وبنفس الوقت مثل ما قلت لك يعني المريض هو شريك أساسي بنجاح الزرعة أو فشلها. الطبيب بيحمل قسم كبير بس كمان المريض وعنايته بتلعب دور كبير. طيب خلينا نحكي دكتور معك بعد مرحلة الزرع. تمام. فينا نقول مثل ما قلت وضعنا السن يعني هي بتتم عملية تلبيس طبيعية مثل ما عم لبس أي درس. هلا نحن حطينا الزرعة بالعظم. نطرنا مثل ما قلنا فترة بين الشهرين للأربع شهور التأم العظم حوالين الزرع حول الزرعة وتشكل بثبات قوي. بعد منا بعمل شيء اسمه كشف جراحي لحط مشكلات اللسة. مشكلات اللسة هدفها سببين، أول شيء تجميلي بحيث يعطيني منظر اللسة الطبيعي حوالين الزرعة، وبنفس الوقت شروط صحية تكون لتطبيق الدعامة اللي بدها تركب فيه. بعد منا بيركب التاج. وبيكون عندي انا الدعامه صارت موجوده داخل الحفره الفمويه واضحه للعيان، صار مثل السن اللي انا محضره كرمال ركب التعويض فوقه. هذا هو مبدا الزرع. طيب دكتور مثل كل اي اجراء طبي بنسال عن المخاطر بموضوع زراعه الاسنان، شو المخاطر اللي محتمله تكون لا سمح الله؟ تمام. هلا المخاطر المحتمله خلينا نقول اثناء فتره الزرع تحديدا، اذا كانت الزرعه مثلا بالفك العلوي قريبه عند منطقه الارحاء قد يحصل اختلاط مثلا دخوله بقاع الجيب الفكي. احتمال وارد. موضوع الفك السفلي ممكن يكون مثلا اذيه للعصب السنخي خلينا نقول، تعمل له شويه خدر او نمل قد تستمر لمده 6 شهور بعد الزرع. هل هالشغلات بتصير؟ ممكن تصير ولكن باحتمال قليل جدا. شو السبب؟ مثل ما قلت لكم انه نحن بنعمل دراسه ثلاثيه ابعاد قبل ما نفوت على عمليه الزرع. نحن بيكون عندنا فكره اوليه قديش في عندي سماكه عظم، قديش في عندي ارتفاع، شو قطر وقياس الزرعه اللي انا بدي استخدمه، فتوجيه الزرعه بمحور صحيح. كل هالعوامل هي اذا كنت انا عامل لها كنترول قبل ما ادخل على الزراعه فنسبه الاختلاط كثير رح تكون قليله. طيب دكتور خلينا نحكي عن اللسه الحساسه، يعني نحن اغلب المحيط بتلاقي اللسه حساسه في مشاكل لسويه. تمام. هون قد ايه بتاثر على الزرعه؟ يعني نحن عم نقول بدنا نضمن سلامه الفم بشكل كامل ولا تمام. في بعض الاستثناءات ممكن نتعامل معها؟ تمام. هلا موضوع مثلا تراجع اللسه خلينا نقول هذا بياثر اكثر شيء على السن اكثر ما هو بياثر على موضوع الزرعه. انا اكثر شيء بيهمني موضوع الزرعه هي سماكه العظم السنخي. العظم السنخي ما بيكون المريض عم بيشوفه بالعين المجرده مثل الطبيب وقت بيشوفه بيفحصه مثلا سواء كان بالجس او بالتصوير الشعاعي. موضوع ثاني سلامه النسج حول الفمويه مثل سلامه السن. كيف انا بهتم انه بوصي المريض انه دائما فرش اسنانك بشكل منتظم، استخدم مضامه، استخدم غسول. هلا الوضع بالنسبه للزرعه بعد الزرعه اذا كان عم فرش اسنانه مكان الزرع بقوه بياثر شيء ولا لا؟ خلص ما في. هلا اذا انا امنت انه فتره الشفاء تمت بشكل جيد مثل ما ذكرنا انه بعد شهرين للاربع شهور، لا بتعامل معها مثل السن الطبيعي سواء كان استخدام بتعامل معها بعد الزرعه بكم يوم ولا لا؟ هلا نحن زرعنا. تمام. بعد الزرع قطبنا خلينا نقول بعد اسبوع فكينا القطب، المريض بيريح المده اللي قلنا عليها فتره الشفاء. الزرعه ما لها مكشوفه بالفم. اما بعد مرحله التعويض بتعامل معها مثل السن الطبيعي. اها تمام. طيب دكتور بما يخص موضوع زراعه الاسنان في كثير يمكن تقنيات بتصير، يعني حتى بنشوف بكليات طب الاسنان في اختصاص ودراسات عليا بتصير على موضوع زراعه الاسنان، فخلينا نحكي اليوم تغيرت الاجراءات الطبيه بين قديم وبين هلا، وشو هي التغييرات اللي صارت؟ تبسطت اكثر. هلا مع دخول الحواسيب وتطورها بالكمبيوترات والبرامج مثل السي بي سي تي الصور، ايام قبل مثلا كنا مضطرين نكشف الشريحه لنكشف العظم نحفر وننزل الزرعه. حاليا صار في شيء اسمه سيرجيكال جايد او الدليل الجراحي. بعمل دراسه وبعمل قالب بوضعه داخل الفم فورا بدخل وبزرع بدون ما اكشف شريحه. بهالحاله يكون ريحت المريض من موضوع جراحه اللسه، خففت عليه موضوع الوزمه مثل ما ذكرتي حضرتك قبل شوي، وبنفس الوقت فتره شفاء اسرع. فتطور الزرع بسط الاجراءات اكثر واكثر. طيب خلينا نحكي عن تطعيم العظم. تمام. خلال عملية الزرع قلت دكتور خلال حديثك انه عم نشوف يعني العمر بيلعب دور، بنعرف انه قديش اذا كان بالعشرينات او الثلاثينات مختلف زراعة السن للشخص، فينا نقول بالاربعين والخمسين نشوف سماكة العظم قديش فيها او التطعيم ممكن يكون ولا لا. تمام. بس بنلاحظ في بعض الحالات الاستثنائية بيكون مثلا في ضعف فينا نقول بالعظم او العظم كثير رفيع حسب. هون كيف بيتم التعامل مع هي النقطة؟ يعني لما
في بعض الاستشارات بتقول لك انه مثلا نحن بنروح لحاله الزرع مشان مثل ما قال الدكتور ما نخسر احد الاسنان، نعمل جسر ثلاثي او خماسي، فعندك عمليه خساره كامله لكثير من اسنانك. في بعض الاقتراحات او الاجراءات بيقول لك انه زرعه اماميه لدعم عمليه تسنيد للزرعه الاساسيه، كمان هون في عمليه خساره. شو الاجراءات الطبيه اللي ممكن تكون افضل؟ يعني الخيارات تكون متاحه للشخص. تمام، هلا نحن مثل ما قلنا الهدف الاساسي من الزرع هو التعويض عن السن المفقود دون اذيه الاسنان الثانيه، ولكن في حالات مثل ما ذكرتيها حضرتك وقت ما بيكون في عندي سماكه عظم، اذا كان القلق قديم، اذا كان مثلا شخص متقدم بالعمر، نسبه العظم اقل شيء لازم تكون كحد ادنى قد ايه؟ ما فينا ناخذها بالميلي لانه في اقطار معينه من الزرعات صارت تجي قصيره ولكن قطره كبير للتعويض عن هالمشكله هي. ولكن اكثر شيء مثلا قد نضطر لموضوع التطعيم العظمي عند المرضى الكبار بالسن، بيكون ما في عندهم اسنان بالمره درت كامل، خلينا نقول بيعانوا من مشكله ثبات الطقم المتحرك خصوصي بالفك السفلي. بيقولوا لك والله مثلا ما عم برتاح بالاكل، عم باكل الطقم عم بفك معي، بتكلم مثلا اثناء الكلام بلاقي انه الجهاز كثير عم يتحرك. هون صار فينا مثلا ننزل زرعتين ونعمل له مثل بول او طابه نثبت عليه الطقم المتحرك، صار تعويض متحرك. بالحاله بكون انا خدمت المريض بشغلتين، اول شيء لكبار بالسن، عم نحكي للشباب اللي هن اساسا مثلا مضطر هو يعمل زرعه وحده. الشباب يعني ليش لحتى مثلا بس عنده مشكله بتطعيم العظم؟ بنعمل عمليه تطعيم العظم وننطر فتره شفاء تقريبا شهرين، وبعد منها فينا نعمل اجراء الزرع. ما عندنا مشكله، ما في مضاد استطباب تقريبا. يعني مضاد الاستطباب للزرع قد يكون موضعي او مؤقت، خلينا نقول اكثر. انا مثلا ما فيني ازرع لحضرتك حاليا لانه ما عندك سماكه عظم، بعمل لك شريحه بنحط شيء اسمه الطعم العظمي مثل ما قلنا قبل شوي، مواده بتختلف، وبعد منها بس يصير في عندي تشكل عظم نتيجه الطعم اللي انا طبقته انا حاليا قادر اني اعمل الزرع. دكتورة عم تذكر مدة زمنية طويلة، شهرين ذكرتها مرتين بحديثك، قديش خلينا هيك نرجع بس سريعا نأكد على موضوع الزمن، قديش بياخذ عملية زراعة السن؟ شو الوقت اللي بيحتاجه هاي العملية؟ أثناء الشغل بعد التخدير خلينا نقول وسطيا ربع ساعة لنصف ساعة انكترت. ممكن تزيد المدة على زيادة عدد الزرعات، ممكن تزيد المدة إذا أنا عندي قلع وزرع فوري. فترة موضوع الشفاء ممكن هلا إذا سماكة العظم جيدة واثناء ادخال الزرع لقيت انا في عندي ثبات اولي، نعمل شيء اسمه التحميل الفوري ميديت لودي، بالحاله انا فورا بحط الدعامه وبركب تاج للمريض بيطلع من عندي السن موجود. هذا اللي كنت اسالك عنه، ولكن بيكون غير وظيفي، يعني هذا التاج بنخليه نحن تحت مستوى الاطباق وبننبه المريض انه شغلات قاسيه لا تاكل عليه، اعتبره حل تجميلي مؤقت بعد فتره الشهرين او الثلاث شهور للاربع شهور بدل التاج، ولكن الزرعه بتكون موجوده بمحلها. بس نحن بنسمع مثلا بيقول لك زرعه فورية، زرعة بدها وقت، زرعة طبيعية، يعني عم بحكي عن هلا ذكرتك بدي اسالك عنها. التحميل الفوري. ايه التحميل الفوري هو له شروط معينة، له شروط معينة بحيث الثبات الأولي أثناء الزرع. أنا عم ركب الزرعة، عم شد الزرعة. إذا كان عندي ثبات أولي جيد أنا قادر أحملها فوري، ولكن خليها تحت مستوى الأطباق بشوي مشان ما يصير في عندها ربط، ما يصير في خلخلة بعد الزرع مباشرة. اما كحل تجميلي جيد خصوصي بالاسنان الاماميه، خلينا مشان اذا كان امامي نحن عم نحكي، مشان الموضوع ما يكون كمنظر تجميلي سيء. تجميلي سريع. في عندنا موضوع ثاني، مثلا انا بعد ما بزرع وبغطيها للزرعه باللسه فيني اعمل تعويض متحرك مؤقت تجميلي لبين ما اعوض عنه. تمام دكتور، قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نقدم نصائح اخيره اليوم بما يخص موضوع زراعه الاسنان، وبنختم كمان بنصائح عامه للاهتمام بصحه الصحه الفمويه بشكل عام. تمام، هلا الزرعه مثل ما قلت لكم عاملين نجاح اساسيين، الطبيب والمريض. انا بزرع تمام بطريقه صح، ولكن المريض كمان له دور كبير بالمحافظه على الزرعه، نهتم بنظافه البرعم وتخطيطه بشكل جيد من حيث التفريش، استخدام الخيوط، واكيد اكيد قد ما الطب تطور والزرعه تطورت بضل السن الطبيعي والمحافظه عليه افضل. طيب خلينا نقول كمان لكل كبار السن اللي حابين كمان يعملوا زرع بعض النصائح، لانه الموضوع فعليا مختلف، يعني احنا بنشوف الاجراءات الطبيه، العمر بيختلف، العظم بيختلف. تمام. والكبار يمكن هن اكثر شيء بيعانوا من هي القصه، فالنصائح المهمه للحفاظ على الزرعه اطول مده ممكنه مثل ما قلنا، لانه الموضوع صار مكلف متعب. تمام. اساسا ماديا للكل. بنهتم بالصحه العامه للشخص وخصوصي كبار السن مثل ما تفضلتي حضرتك، ننفي ما يكون في عندنا مشاكل ترقق العظام او نقص فيتامين دي لانه هذا بياثر كثير على موضوع الزرعه وثباتها، خلينا نقول كمان ضبط مرضى السكري، خلينا نقول ضبط مستويات السكر كثير بتفيدنا بهالموضوع هذا،
ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله يا رب. أكيد دكتور بنضم صوتنا لصوتك وبنتمنى الشفاء للكل. دائما حالة الإهمال وخصوصا بموضوع الأسنان بخلينا نروح تتفاقم المشكلة أكثر عشان هيك نفضل المراجعة الدورية كل 6 شهور لطبيب الأسنان للمعالجة المشكلة بدايتها. أكيد دكتور، مثل ما قلت هو الاستشارة بشكل فينا نقول دوري، استشارة الطبيب، لأنه نحن كلياتنا بنخاف من دكتور أسنان. يعني أول ما تفوت على العيادة وتشوف العدة أساسا الموضوع مخيف، بس هو الآلات حتى يعني مخيف حتى مرتبط بذاكرتك لما كنت طفل صغير، حتى لما بدون أهلك ياخدوك أو بالمدرسة كانت هيك بالنسبة لنا كمان هيك في ذكريات مؤلمة مع دكتور الأسنان. بس الموضوع مثل ما قلت كل ما نحن عملنا استشارات بشكل دوري أساسا ما بنتطرق للدخول دكتور أسنان، الحفاظ على سلامة الأسنان بشكل فينا نقول مستمر وتنظيفهم بشكل مستمر، لا بنروح لا للزرع ولا للنخر ولا لأي تفصيل. ومنعالج المشكلة بداية. أكيد تمام. صحيح. درهم وقاية خير من قطار علاج. أكيد نتشكرك دكتور على وجودك معنا، أكيد نتمنى الصحة والسلامة لكل الناس. دكتور نور الدين دمشقي أخصائي بجراحة الفم والأسنان، شكرا لوجودك معنا اليوم. يعطيك ألف عافية، الله يسلمك.